إذا لكن دعني أبدأ أولا مع start first مقالك الأخير with في that مجلة الشؤون article in. الخارجية. So لقد قمت بوصف هذا you العصر من describe this الزمن decade الذي نحن as فيه كواحد the من العقود التي لا one تحصل when إلا centuries مرة can. واحدة خلال قرون عدة. Why? لماذا؟ الإجابة باختصار لأن هناك الكثير مما يحدث. رأينا الحرب في أوروبا، نرى التزايد في الخلاف والتوتر بين الولايات المتحدة والصين. لم نكن قادرين على إيجاد صيغة لإدارة العلاقات الأمريكية الصينية. ما تستمر كوريا بتوسيعهم وترسانتها النووية؟ إيران واتجاهها نحو تعزيز ما نسميه بإمكانياتها النووية. ولديكم في جهتكم من العالم ما وصفته أنت سيدي بالنقاط أو الأوضاع الساخنة. باكستان يزداد وضعها سخونة. لديك التغير المناخي الذي لا يحرز العالم فيه تقدما. قد شهدنا جائحة، والولايات المتحدة في هذه الأثناء منقسمة بشدة ومشغولة بنفسها. بعدما تحدث الرئيس في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في تلك الليلة، رأينا كم من حجم ذلك الخطاب كان التركيز فيه على الداخل والمحلي، وفقط القليل من التركيز على ما هو دولي. إذا لديك كل تلك الأمور، لديك الكثير من التحديات في وجه النظام والاستقرار في العالم، سواء كانت جيوسياسية أو عالمية، والولايات المتحدة الآن هي أقل رغبة وأقل قدرة في لعب ذلك الدور الذي طالما لعبته منذ الحرب العالمية الثانية، وكذلك بالتأكيد منذ نهاية الحرب الباردة. فاجمع كل ذلك. هناك الكثير مما يستدعي القلق، ويحظى هذا العقد باحتمالية أن يكون فيه الفصل في الكثير من التاريخ الذي سيكتب لاحقا. فهل أنت من هؤلاء الذين يتوقعون حربا عالمية ثالثة؟ أنا لست خبيرا في التنبؤ، فأنا لست ذكيا كفاية لكي أتنبأ. أنا لا أتوقع أو أتنبأ بأي شيء. ولكن هل تعتقد أن هذا أمرا ممكن الحدوث؟ ما الاحتمالية؟ ما الذي تعنيه بالحرب العالمية؟ أعني أن الأمور مع روسيا ستتصاعد إلى المستوى الذي يستخدم فيه الرئيس سلاحه النووي؟ أعتقد أن ذلك غير محتمل، وأعتقد أنه لو كان سيستخدم أداته النووية فذلك سيكون بصورة محدودة جدا. فلا، لا أظن أنها ستقود إلى حرب عالمية ثالثة مع روسيا. لا أعتقد أن روسيا بموضع يتيح لها أن تتحدى الناتو أو الولايات المتحدة بينما هي لا تستطيع دحر أوكرانيا. إذا أنت تعتقد أن روسيا لا تستطيع دحر أوكرانيا؟ لا، وأنا لست متأكدا كذلك من أن أوكرانيا تستطيع دحر روسيا. لذلك فأنا أخشى أن تستمر هذه الحرب لبعض الوقت. ولكن لا، أنا لا أظن أننا نتجه إلى حرب عالمية مع روسيا. أنا في الحقيقة أكثر قلقا حول ما سيؤول إليه الأمر في بضع سنوات وليس الآن بين الولايات المتحدة والصين، إذا ما كان سيحدث أمرا ما حول تايوان. يبدو لي أن هذا الأمر يمكن أن يكون محفزا خطيرا لإثارة الخلاف أو النزاع بين الولايات المتحدة والصين. أنا لا أتنبأ بذلك، ولكنني فقط لا أستطيع أن أجلس أمامك وأخبرك بأن ذلك لا يمكن أن يحدث، بل أن ذلك يمكن تصوره. الخبر الجيد هو أننا لدينا سنوات لنحاول إبعاده ومنعه، ولكن ذلك يعتمد على مدى نجاحنا نحن في بناء ردعنا ومدى اقتناع الصين بأنه سيكون من الخطأ استخدام القوة. فأنا أعتقد أنه لا تزال تفصلنا بضع سنوات عن أي لحظة حاسمة تنطوي على الولايات المتحدة والصين أو تايوان أو اليابان. يمكن أن نرى قرارات حاسمة يتم اتخاذها في هذا العقد. ولكن هل تعتقد أن الصين في النهاية سوف تتفوق على الولايات المتحدة في قيادتها العالمية؟ أكبر تهديد للولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها العالمية هو أمريكا نفسها وليس الصين. فالتحديات الداخلية، والصين لديها تحدياتها الداخلية الهائلة الخاصة بها، الديموغرافية، الاقتصادية، السياسية، البيئية، والقائمة تطول. إذا أنا لست قلقا حول ما تستطيع الصين القيام به تجاه أمريكا،
ولكني أكثر قلقا حول ما يمكن أن نقوم به نحن تجاه أنفسنا. فذلك هو سبب مثلا، مع أنني متخصص علاقات دولية وأكتب عن السياسة الخارجية، فقد كان آخر كتبي حول السياسة الداخلية الأمريكية. فعندما أنظر لعشر أعوام من الآن، يكون ذلك مثار قلقي أكثر من أي شيء خارجي. إذن أنت تعتقد أن الشأن الداخلي للولايات المتحدة هو أكثر خطورة وأكثر ضررا، وحيث أنك أشرت إلى الخطاب الأخير لرئيسكم حول الاتحاد، فقد لاحظت غياب ولو إشارة واحدة عن الشرق الأوسط. ألا يدعو ذلك للدهشة؟ فكر في الأمر، ها نحن ذا وقد نهزنا 30 عاما، 3 عقود على انتهاء الحرب الباردة، وأكبر التزام لنا واستثمار جيوسياسي كان في الشرق الأوسط. نعم، ابتداء بحرب الخليج عندما اجتاح صدام الكويت، وحرب 2003 في بلادكم أفغانستان التي يمكنك تسميتها بالشرق الأوسط القاسي، ولديك الجهود الدبلوماسية المتعلقة بإسرائيل وجوارها وكذلك الفلسطينيين، بينما قبل ليلتين مضت لم يذكر الرئيس الشرق الأوسط. هذا مثير للاهتمام، إنها إشارة حقيقية لأمرين، أحدهما أن الخطاب لم يعطي أهمية للسياسة الخارجية بحيث يبدأ بها، وثانيها أنه حتى عند التطرق للسياسة الخارجية كان التركيز على أمرين اثنين، ألا وهما حرب روسيا مع أوكرانيا والصين، مسألتين فقط حظيتا بالنصيب الأكبر. تحدث عن التغير المناخي وبعض الأمور الأخرى، ولكن بشكل رئيسي التحديات الجيوسياسية والعالمية، ولكنه لم يشمل الشرق الأوسط أو كوريا الشمالية وأمريكا اللاتينية. إن الأمر لمثير للاهتمام. نعم، ولكن ذلك يمكن أن يفسر بطريقة مختلفة. قد يعني هذا أن هذه الإدارة هي أكثر تركيزاً على الشأن الداخلي، وأنت قد أشرت إلى ذلك سيدي، أنتم بحاجة إلى المزيد من التحسين على المستوى الداخلي، فهل تعتقد أن هذه الإدارة ستفعل؟ ما تركز عليه هذه الإدارة هو جزء مما يركز عليه الشعب. تحدث الرئيس عن الكثير من الأمور الاقتصادية، عن إعادة بناء قدرتنا على التصنيع وغيرها، فقد كان الرئيس يتحدث عن الكثير من القضايا التي هي محط اهتمام الطبقة الوسطى من الأمريكيين، حيث أن هناك منافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لكسب ولاء الطبقة الوسطى. لذلك فإن الغالب من الخطاب كان يهدف لإيصال رسالة. الرئيس أراد أن يوصل رسالة مفادها أنه والديمقراطيين هم الأولى بالثقة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الطبقة الوسطى من الشعب الأمريكي. ذلك ما كان يدور حوله الخطاب. بما أنك تتحدث عن الطبقة الوسطى، فهل تعتقد أنه لا تزال هناك طبقة وسطى فاعلة في الولايات المتحدة؟ فلا سيدي، في كل مرة أزور فيها الولايات المتحدة، وأنا عادة أفعل ذلك مرتين أو 3 في السنة، أرى أنها تتجه بنفس الاتجاه الذي يذهب إليه العراق، ألا وهو المزيد من التعصب والاستقطاب، إلا أنه في حالتكم نجد بدل التعصب الديني التعصب الحزبي الديمقراطي الجمهوري، وهناك استقطاب ضخم. ألا تعتقد ذلك؟ هذا ما يجعلني أشك في وجود طبقة وسطى حقيقية الآن. أنا لا أتفق معك، الطبقة الوسطى موجودة، فالطبقة الوسطى بالنسبة لي هي مفهوم اقتصادي نقيسه بمعيار خاص يتعلق بدخل الفرد أو العائلة، وكذلك هو يتعلق بعقلية معينة حول المصالح والقيم. نعم، نحن قطعا مستقطبون سياسيا، ولكن الطبقة الوسطى تتخذ اتجاهات مختلفة سياسيا. بالعادة تكون الأمور أقل صلة بالاقتصاد من صلتها بالثقافة في بعض الحالات، أمور اجتماعية. فقد رأينا انقسامات كثيرة في هذا المجال حول مسائل مثل الإجهاض أو الأسلحة، فالمصوتون من الطبقة الوسطى في مناطق معينة من البلد لديهم آراء معينة حول المسائل الاجتماعية تختلف عن غيرها في مناطق أخرى. فلا، مجددا، يتم السعي إلى الطبقة الوسطى كثيرا،
ليس فقط الطبقة الوسطى من البيض، بل كذلك تلك من الأصول الأفريقية والإسبانية، ويحاول الجمهوريون أن يضموا إليهم المزيد من الطبقة الوسطى الأمريكية الأفريقية والإسبانية، والتي كانت ديمقراطية بشكل تقليدي. وقد أبعد الديمقراطيون هذه الطبقة، ويحاول الجمهوريون الآن أن يعيدوهم مجددا. هذا هو ما تراه يحدث، وسنرى كيف ستنتهي الأمور. نعم، بكل بساطة سنرى كيف تنتهي الأمور. أنا لا أجد الطبقة الوسطى متفقة على مسألة ما، عدا عن مسألة البيئة في الولايات المتحدة. البيئة ليست من بينها، حيث أن هناك اختلافات كثيرة حول ما يجب عمله. إذا فحتى في مسألة البيئة لا يوجد اتفاق. كلا سيدي، لا يوجد. فالجمهوريون متشككون بشأن إعطاء الأولوية للتعامل مع التغير المناخي، بينما الديمقراطيون أكثر اهتماما. حاليا هناك الكثير من الاختلافات. أعتقد أن كلا الجانبين يود أن يحمي ما نسميه باستحقاق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتأمين الصحي، ولكن هناك اختلافات كبيرة عدا عن ذلك. في القيم الاجتماعية والأعراف اختلافات كبيرة. هنا يأتي السؤال المهم بالنسبة لمفكري الشرق الأوسط على الأقل باعتقادي. هناك نقاش كبير حول ما هي القيم، ما هي الأعراف، ما هي الرموز التي تحاول الولايات المتحدة تصديرها إلى العالم بأكمله حاليا. كما تعرف سيدي، هناك طرفان، أحدهما الليبراليون الجدد، التطرف الليبرالي مع المثلية الجنسية وكل ما يرافق ذلك من أمور، ولدينا اليمين المتطرف في الجانب الآخر مع الشعبوية والأمور الأخرى. يقول أولئك الشرق أوسطيون أن الولايات المتحدة كانت مثالا يحتذى به، قد كانت الحلم للعديد من الشباب. أما الآن فهي لم تعد كذلك، على الأقل بالنسبة للشرق أوسطيين. فما الذي تعتقده سيدي بهذا الخصوص؟ أشعر بالألم لسماع ذلك. أهو كذلك؟ بالتأكيد. كانت الفكرة أو الهدف هنا هو أن تكون ديمقراطية، مجتمع، اقتصاد يحترمه الآخرون ويعجبون به. وطالما كان الأمل أن يكون نجاحنا في ذلك، يجعل البشر في كل العالم يبدون إعجابهم به ويودوا لو يكون مثل ذلك. ولطالما كنت أظن بأن تلك هي أفضل طريقة للترويج للديمقراطية، ليس عن طريق إلقاء الخطابات، بل بإعطاء القدوة. بالنسبة لي تلك هي أكثر الطرق إقناعاً. والمشكلة الآن أنني آخذ ما تقوله على محمل الجد، وكما أخبرتك أشعر بالألم. فالمثال الذي نقدمه للعالم لا تجده الشعوب مثيرة، فلما قد يرغبون بأن تكون لديهم مثل تلك الكمية من الأسلحة؟ لما قد يرغب بقية العالم أن تصل وفياته من الفنتانيل إلى 60 أو 70 ألفا في السنة؟ لماذا قد يرغب بقية العالم أن يكون لديه مثل هذا الانقسام السياسي، حيث لا نستطيع إنجاز الأمور المهمة؟ أفهم ما تقول، فما الحل باعتقادك؟ أنا حذر جدا في استخدام كلمة الحل. الخيار. نعم، لهذا السبب أنا قمت بكتابة الكتاب. أنا لا أعتقد أن هناك طرقا سهلة أو بسيطة لتحسين الأمور، لأن سياستنا لن تسمح بذلك. معظم الأفكار حاليا، حتى الجيد منها، يصعب تبنيها لأننا منقسمون وبشدة. لذلك فما أحاول القيام به هو أن أغير أمورا. سيستغرق ذلك بعض الوقت، ولكن تغيير الأمور في السياسة الأمريكية سيزيد من احتمالية أن تلقى الأفكار الجيدة فرصتها في النجاح. ولهذا فأنا أكتب وأتحدث عن الطريقة التي على الأمريكيين أن يتعاملوا بها مع أحدهم الآخر، بعض التصرفات والمواقف المعينة. ونحن بحاجة إلى أن نقوم بعمل أفضل في مجال التدريس في المدارس بما يتعلق بالتاريخ والتربية المدنية. أعتقد أننا علينا أن نشجع الانخراط في الخدمة الوطنية، وأعتقد أن رجال الدين لهم دور، والقادة من رجال الأعمال لهم دور، الآباء، المعلمون والمحاضرون. سيتطلب الأمر بعض الوقت،
مجتمعنا يواجه تحديات حقيقية وبارزة. ولكن مما وصلتم إلى هذه المرحلة؟ سؤال جيد لعدة أسباب. إحداها أن الناس تنسى أن الحكومة التي لدينا تبلغ من العمر تقريبا قرنين ونصف. عند نشأة هذا البلد كانت أعدادنا 3 ملايين، أما الآن ف333 مليون، ولم نتوقف. وأعتقد أن قنوات التواصل الاجتماعي جعلت من الأمر أكثر صعوبة، حيث يعيش الجميع في عالم إعلامي منفصل صغير. نفس الشيء بالنسبة لقنوات التلفاز والإذاعة، الجميع يعيش الآن طبقا لما أسميه في عالم من البث الضيق وليس في عالم من البث الواسع. الطريقة التي وجدنا بها سياستنا، قمنا بإضعاف أحزابنا السياسية، فكل سياسي الآن يمكن أن يصير حزبه السياسي الخاص به، يجمع المال من مناصريه، وبالعادة كلما كانوا أكثر تطرفا كلما أصبح الدعم أكبر. مشاكلنا الاقتصادية خيبت آمال أكثر الناس بالديمقراطية. أعتقد أن الحربين في العراق وفي أفغانستان خيبت آمال الناس حول النخب وما يوصون به. فأعتقد أننا في الموقف الذي نحن فيه لعدة أسباب، فقد كان يتنامى لفترة من الزمن. مدى نظامكم التعليمي؟ أعتقد أننا لدينا مشاكل حقيقية متعلقة بنوعية التعليم الحكومي، فهو لا يكاد يصل إلى الجودة المطلوبة. وواحدة من الأمور التي لا ندرسها أو لا تدرس بشكل جيد هي قصتنا السياسية. نحن لا ندرس لماذا الديمقراطية قيمة، لا ندرس ما تتطلبه الديمقراطية لتنجح. ولكنني أعتقد أن النظام التعليمي الحكومي يفشل، لأنه عندما نحتاج إلى الأفضل في التعليم في مناطق عدة من البلد، لا تتوفر الموارد المطلوبة لتقديم التعليم الأفضل. كنتيجة لذلك نضطر إلى إدامة بعض من عدم المساواة في مجتمعنا. في مقالتك الأخيرة ذكرت سيدي أن الظروف الدولية التي رافقت اجتياح صدام للكويت في 1990 لم تعد موجودة. أنت تعتقد أن ذلك ليس فقط بسبب ضعف الولايات المتحدة، بل أيضا بسبب تنامي بعض القوى؟ نعم، أنا كنت في البيت الأبيض أثناء حرب 1990 عندما اجتاح صدام الكويت، حيث كنت مستشار الرئيس بوش الخاص بالشرق الأوسط. فقد كنت منخرطا في الأمر، وكنت على أراضيكم قبلها ببضعة شهور في أيار 1990. تلك كانت حربا جنت منها الولايات المتحدة الكثير من المزايا. الاتحاد السوفيتي كان يتفكك، الصين كانت لا تزال غير متطورة نسبيا وغير ذلك. فكان ذلك عالما هيمنت عليه الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الوقت قد كنا نتحدث عن تحدياتنا المحلية هنا، بينما تعافى بقية العالم إلى حد ما. نرى الصين الآن وقد أصبحت ثاني أفضل اقتصاد في العالم. روسيا تعافت من الناحية العسكرية بالتأكيد. نعيش الآن في عالم حيث فيه الكثير من الدول وقد أصبحت لديها كل أنواع القوة العسكرية، السبرانية، الاقتصادية، المعادن. فربما لا تزال الولايات المتحدة منفردة، هي أكثر الدول غنى وأكثرها قوة في العالم، ولكن قوتنا النسبية قد تراجعت بسبب مشاكلنا الخاصة بالمرتبة الثانية، ولكن السبب بالمرتبة الأولى كما قال صديقي فريد زكريا صعود البقية. ماذا عن إيران؟ ما الذي تعتقده حول موقف هذه الإدارة تجاه إيران؟ يبدو أن هذا النظام سينجو على المدى القصير، ولكنه في حالة يرثى لها اقتصاديا. القوى الأمنية وقفت إلى جانب النظام حاليا، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل. إيران لا تزال فاعلة في المنطقة بعدة طرق مثبطة ومزعزعة للاستقرار، وأنا قلق حيال طموحاتها النووية.
لذلك فأنا أعتقد أنه لا تزال هناك الكثير من القرارات ليتم اتخاذها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة حول ما يمكن القيام به بشأن قدرات إيران وطموحاتها النووية. اتفاقية 2015 قد ماتت. إذا أنت تعتقد سيدي أنها ميتة؟ نعم سيدي إنها ميتة. فأعتقد أن السؤال الحقيقي هنا هو كيف نتدبر طموح إيران بدون تلك الاتفاقية؟ كان يمكن لهذا السؤال أن يتأخر لسنتين أخرتين، ولكنه طرح أكثر من ذلك لأنه لم تعد لدينا الاتفاقية. فهل تعتقد أنه سيتم اتخاذ القوة في النهاية؟ لا أعرف. السؤال إذا ما كانت ستستخدم أم لا، وكذلك إذا ما كانت ستستخدم على نحو فعال. كما نعرف أنا وأنت، هناك أسئلة حول قدرات إيران وقدرات من هم خارجا للوصول إليها، لأن تلك القدرات متناثرة في أنحاء البلاد وهي تحت الأرض. كذلك لديها قدرات فكرية كثيرة لا نستطيع تجاهلها. العلماء الإيرانيون متقدمون جدا في هذا المجال، فأعتقد أن إيران قد تقدمت، وعلينا جميعا وبالأخص الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية علينا أن نعرف كيف نتعامل مع ذلك. سيبرز لنا هذا السؤال المهم. وأنت تعتقد سيدي أن هناك نقاشا كبيرا يدور حول ذلك حاليا؟ نعم سيدي، وسيكون هناك المزيد في المستقبل. إذن شكرا لك سيدي.